السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. عين الأمين العام للأمم المتحدة البريطاني مارتن جريفيث عين مبعوثا جديدا لليمن خلفا لولد الشيخ الذي تنتهي فترته نهاية الشهر الحالي. وأكدت بريطانيا دعمها لجهود المبعوث الجديد، بينما أبدت الكويت استعدادها لاستضافة أي مفاوضات مرتقبة في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليمنية ترحيبها مجددة تمسكها بالمرجعيات الثلاثة المعلنة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش تعيين مبعوث أممي جديد لليمن في محورين: ما الذي يمكن أن يصنعه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل، وما هل سينجح في إنجاح ما فشل في إنجازه ولد الشيخ؟ ما هي فرص التسوية السياسية في ضوء المتغيرات الراهنة؟ تعيين البريطاني مارتن جريفيث مبعوثا أمميا جديدا لليمن طرح تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية. وبينما يرى دبلوماسيون أن المبعوث الجديد يمتلك عوامل لإنجاح المفاوضات السياسية، منها دعم بلده بريطانيا بالإضافة إلى رئاسة الكويت لدورة مجلس الأمن الحالية، إلا أن مراقبين يرون أن رؤية المبعوث الجديد لليمن قد تساهم في تكرار فشل ولد الشيخ، خصوصا وأنه يعتقد صعوبة إنجاح أي حلول في اليمن. قبل النقاش نتابع التقرير. تحريك لمياه السياسة أم تعقيد لها؟ سؤال ساعة السياسة في اليمن بعد تعيين البريطاني مارتن جريفيث مبعوثا جديدا للأمم المتحدة خلفا لولد الشيخ الذي تنتهي فترته نهاية الشهر الحالي. يعد المبعوث الأممي الجديد وفق الأمم المتحدة من أهم الدبلوماسيين الدوليين المتخصصين في الشؤون العربية، بالإضافة إلى خبرته في حل النزاعات والتفاوض في الشؤون الإنسانية. ولم يصدر أي موقف من قبل ميليشيا الحوثي، لكن الحكومة اليمنية سارعت بالترحيب بالمبعوث الجديد مجددة تأكيدها على مرجعيات السلام المعلنة، مطالبة مجلس الأمن في رسالة بعثها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني بالعمل على إنفاذ قراراته ذات الصلة باليمن. دوليا رحبت بريطانيا بتعيين مارتن، وقال وزير خارجيتها بوريس جونسون إن دولته ستكون في طليعة الجهود الدولية المساعدة في تحقيق تسوية سياسية شاملة. بينما أبدت الكويت استعدادها لاستضافة قمة يمنية جديدة، وقال السفير الكويتي منصور العتيبي إن الأوضاع الحالية قد تساعد المبعوث الجديد على تحريك جمود الملف السياسي. يرى دبلوماسيون أن بريطانيا والكويت قد تساعدان في إحراز تقدم في المفاوضات المرتقبة، حيث تشغل الكويت رئاسة دورة مجلس الأمن الحالية، بينما تعد بريطانيا عضوا دوليا فاعلا ينتمي إليها المبعوث مارتن. لكن التخوفات من فشل قادم للمفاوضات تبقى واردة، خصوصا بعد تصريحات المبعوث الجديد الذي أكد أن الحل السياسي في اليمن أصعب من العراق وسوريا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي. مرحبا بك أستاذ مختار. أستاذ مختار مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ مختار. في البداية الحكومة الشرعية رحبت بتعيين المبعوث الجديد، هل هذا الترحيب ضمن إعادة الحكومة في الترحيب المستمر، أم أنه يأتي ضمن مؤشرات ربما تفضي هذه المرة فعلا إلى تسوية سياسية؟ الترحيب طبعا يأتي في إطار أن الحكومة تتعامل بإيجابية وتتعامل باحترام مع الأمم المتحدة والهيئات التابعة للأمم المتحدة، وتأتي أيضا من خلال استراتيجية اتخذتها الحكومة اليمنية أنها تحترم توجهات الأمم المتحدة، وأيضا تسعى إلى أن تصل فعلا اليمنية إلى حل سياسي وسلمي. بالتالي ما قامت بالحكومة من ترحيب المبعوث الجديد للأمم المتحدة يأتي في إطار بالفعل إلى فتح صفحة جديدة مع الأمم المتحدة من خلال المبعوث الجديد، وأيضا من خلال أيضا يعني الترحيب بكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، وأيضا المنظمات، ومن خلال أيضا الأصدقاء في الدول سواء في أمريكا أو في الاتحاد الأوروبي. وهذا طبعا نهج انتهجته الحكومة اليمنية مع المبعوث السابق والمبعوث اللاحق، وهذا المبعوث الجديد الذي نتمنى له أن إيجابي من خلال دعم المسار السياسي والسلمي للوصول إلى حل ينهي الآلام والأوجاع على أبناء الشعب اليمني. نعم،
يعني أكثر من مرة أستاذ مختار كانت الحكومة الشرعية يعني ربما تبدي استياءها من تعاطي ولد الشيخ مع المفاوضات بخصوص الأزمة في اليمن وعدم تسمية المعرقل بصورة مباشرة وهي الميليشيات التي ربما تتخذ فقط يعني بصورة سورية يعني شعار بأنها مع المفاوضات لكنها في حقيقة الأمر لا تلتزم بأي اتفاق. هل هذه المرة تعتقدون بأن البريطاني المبعوث الجديد سيعني يرغم أو يلزم الميليشيا إن تم الاتفاق على أي تسوية سياسية؟ أولا حينما تخرج الأمم المتحدة عن ما تم الاتفاق عليه سابقا وما تم الاتفاق عليه المجتمع الدولي والأمم المتحدة من خلال القرارات الدولية 22-16 وغيرها من القرارات ذات الصلة، فإن الحكومة اليمنية لم تتعامل مع الأمم المتحدة حينما تخرج عن هذه المرجعيات المتفق عليها. في المبعوث السابق ولد الشيخ حاول أكثر من مرة عرض مقترحات على الحكومة اليمنية ولكن الحكومة اليمنية رفضتها لأنها تتنافى مع المخرجات، تتنافى أيضا مع المرجعيات المتفق عليها من قبل المجتمع الدولي. بالتالي نقول أن المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد تعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة صنعاء ولم تكن هناك يعني لم يكن الحديث بشكل صريح عن المعرقل للمسار السياسي والسلمي. نرجو أن يكون المبعوث الدولي الجديد البريطاني أن يكون أكثر حزما وأن يسمي المعرقل أي طرف من الأطراف يعرقل الوصول للحل السياسي والسلمي فليسمى وليتحدث أمام الجميع عن المعرقل من الوصول إلى الحل السياسي والسلمي، مع أن الجميع يعرف أن من رفض مقترحات ولد الشيخ بخصوص ميناء الحديدة هي الميليشيات الحوثية، أيضا من رفض الوصول إلى الكويت وتعثر الوصول إلى الكويت لأكثر من 4 أيام هي الميليشيات الحوثية والميليشيات الإنقلابية. بالتالي ما نريده من المبعوث الجديد هو أن يتحدث بكل مصداقية من خلال أن يستلم الملف اليمني ويجتمع مع جميع الأطراف ويتحدث صراحة الوصول إلى حل سياسي وسلمي، من الذي يعرقل؟ ونرجو أيضا أن يتم إدراج شخصية جديدة من الميليشيات الحوثية من قيادة الحوثي، أن يتم إدراجه ضمن المعرقلين لمسار التسوية السياسية، وهناك طرأت قيادة جديدة على الساحة اليمنية قيادة سياسية وعسكرية، نرجو أن يتم إدراجها كمعرقلين لمسار التسوية السياسية في اليمن. نعم، من حيث المبدأ هل تعتقد مختار بأن الحكومة الشرعية لها أي ملاحظات مسبقة عن المبعوث الجديد؟ الجديد حتى الآن لم يستلم الملف رسميا يعني قبل الإعلان عليه المساء، هناك يعني أي اتهام على المبعوث لأنه لم يستلم الملف ولم يبدأ بالملف ولم يتحدث عن الملف حتى هذه اللحظة، لكن نرجو أن علامة استفهام على المبعوث الجديد. الحكومة تفتح أبوابها للمبعوث وتتساعد وتتعاون مع المبعوث الجديد لاستلام مهامه وأن يتم مساعدته لأن يكون وسيطا بين الميليشيات الإنقلابية في اليمن وأن موقفه موقف واضح مما وأن يساعد اليمنيين للوصول إلى حل سياسي وسلمي. نعم، في ظل التعقيد الكبير في المشهد للأزمة اليمنية أستاذ مختار، كما تعلم لا زال انقلاب الحوثي هو المسيطر على العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات، أيضا ظهرت هناك يعني كان بوادر انقلاب جديد لولا أنه تم احتواء الموقف وإفشاله ربما كان انقلاب آخر في عدن. أمام هذا التعقيد الكبير برأيك هل سينجح المبعوث الجديد؟ هل سيحرك المياه الراكدة؟ هل سيقدم شيء؟ بالنسبة للأحداث التي حدثت في مدينة عدن ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي قادتها ميليشيات خارج إطار الدولة وخارج إطار القانون في مدينة عدن، يكون الموقف الدولي والموقف العربي موقف واحد إزاء هذه الميليشيات التي لا تقل خطورة عن الميليشيات الحوثية، لأن أي أحد أو أي جماعة تمتلك السلاحات الثقيلة وتمتلك المشروع للخروج على الدولة هي ميليشيات انقلابية، ليست لا, 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 لا يمكن التفريق بينها وبين مشروع الحوثيين الذين سطوا على الدولة بقوة السلاح وانقلبوا على الدولة. بالتالي نعتقد أن الأمم المتحدة سيكون لها موقف، ومن خلال تقرير لجنة الخبراء تحدثت بكل صراحة وبكل شفافية عن هذه الميليشيات التي انقلبت وهذه الميليشيات التي أصبحت تمتلك قوة عسكرية هائلة في المناطق الجنوبية وتحت مسميات غير قانونية وغير دستورية وغير تابعة للحكومة، ما يسمى بالحزام الأمني وما يسمى بالنخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية وغيرها من النخب والميليشيات الغير تابعة للدولة، كان
تقرير لجنة الخبراء الدوليين كانت واضحة وبس إنذار خطير، وعليه نرجو أن يكون أيضا للمبعوث الدولي موقف من هذه الأحداث التي حدثت في مدينة عدن، إضافة إلى الملف الرئيسي والملف الأساسي في اليمن وهو الانقلاب الحوثي الذي ما زال حتى هذه اللحظة يسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى. نتمنى التوفيق للمبعوث الدولي، نعم. وأعتقد أن الحكومة ستكون إلى جانبه وستدعمه كمسار وكخيار استراتيجي اتخذته الحكومة اليمنية. نعم، طيب ابقى معي أستاذ مختار ونشرك معنا في الحديث مدير مركز المعلومات في جريدة الوطن السعودية الأستاذ سلمان عسكر. مرحبا بك أستاذ سلمان. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بك أستاذ سلمان. في البداية كيف يعني ترى أو موقف التحالف العربي من المبعوث الجديد مارتن؟ هل هو عند مستوى الأزمة اليمنية؟ هل تعتقد بأنه سيحدث تغييرا ما؟ تعليقك أولا على هذا، على تعيين المبعوث الجديد. في البداية أولا هذا المبعوث الجديد لم يبدأ العمل، وليس هناك أحد يستطيع أن يحكم على الدور أو العمل أو الأفعال التي سيقوم بها المبعوث الأمم الجديد في اليمن، لكن المأمول منها أن يكون مخالفا توجهه وعمله عن سابقة، كما تعلم بأن سابقة وبكل صراحة لم يكن قد مستوى المسؤولية، وكان الحدث أكبر منه، وكان رفع التقارير مخلوط، وكان منحاز الحوثيين بشكل واضح وكبير. فالمبعوث الأممي الجديد ننتظر منه وبكل أمانة أن يكون على قد المسؤولية، وهذا المبعوث الجديد بصراحة له باع كبير وخبرة طويلة وسابقة، لديه ملفات الآن في الساحة اليمنية شائكة يجب أن يتعامل معها بدقة وبحيادية، وأن يكون في موقع الشرعية. أتمنى أن لا يكون يعطي تقارير من صنعاء من تحت سلطة الحوثيين. نعم، كما تعلم أستاذ سلمان المبعوث الجديد ربما بدأ متشائما من أول تصريح له بأن قد ربما لا يحدث أي تغيير بسبب تعقيد المشهد في اليمن، ما رأيك أنت؟ يا سيد، المشهد هم من يعقدها، المشهد غير معقد، الأمر واضح وصريح، جماعة أو عصابة منقلبة على السلطة. للأسف اسمح لي أن أشير إلى نقطة هامة جدا، وهي التقرير الذي رفع إلى مجلس الأمن عن الأمم المتحدة عن طريق الأمم المتحدة مؤخرا. أنت لو اطلعت عليه وقرأته ضحكت عجبا مما ورد فيه. يا سيدي، أين تجنيد الأطفال؟ أين تفجير المنازل؟ أين تدمير المستشفيات؟ لماذا لم تستعرض كل هذه الأحداث؟ تهريب الأسلحة، تم في هناك اعتراف بأن إيران هربت الأسلحة، طيب ما هو القرار الذي اتخذ ضد إيران؟ يعني هناك يعني مجاملات وتحيز. تقصد في تقرير العقوبات الأخير أستاذ سلمان تقصد أم ماذا؟ لا، التقرير النهائي، نعم، الذي رفعت فيه الأمم المتحدة لمجلس الأمن، نعم، من قبل ولد الشيخ يعني. لا، الأخير كان هناك لجنة من 4 أعضاء، نعم، من نفس الأمم المتحدة، نعم، رفعوا بهذا التقرير، نعم، وكان يعني يحمل معلومات مغلوطة ووضع الجاني والمجني عليه سواسية، لم يتحدث أن هناك انقلاب، لم يتحدث عن قرارات الأمم المتحدة 22-16 وأن الانقلابيين لم ينفذوا أي بند من هذه البنود، لم يتحدث عن تجنيد الأطفال، لم يتحدث عن تفجير المنازل. هل تعتقد أن هذا قصور في عدم توصيف المشكلة وإظهارها للعالم من قبل التحالف العربي والحكومة الشرعية في اليمن، أم هو أيضا عمل ممنهج ويعني تقوم به يعني هذه اللجنة أو كل المبعوثين من الأمم المتحدة ويحاولون يعني أن يغضوا الطرف على كل هذه الجرائم التي تنتهكها الميليشيا؟ لا يا سيدي، بالنسبة للتحالف وضع الكرة في ملعب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتنظر هي الواقع. الآن المنظمات والأمم المتحدة كلها في صنعاء، يعني هل من المعقول بأن الحوثيين لم يرتكبوا أي انتهاك منذ انقلابهم على السلطة في صنعاء؟ هل يعقل هذا الكلام يا سيدي؟
لم يعد يخفى على أحد أستاذ سلمان الجرائم التي تقوم بها الميليشيا فعلا، يعني سواء من القتل أو القصف أو تفجير المنازل أو إرعاب الناس أو اعتقال الناس، جرائم لا تحصى ولا تعد، وهذا الشيء أصبح واضح للعيان. لكن ما لم نجد له تفسير كما تحدثت أن هناك ربما تغاضي واضح من قبل الأمم المتحدة أو مبعوثيها يعني في عدم توصيف المشكلة وإظهار الجرائم التي تقوم بها الميليشيا. ابقى معي أستاذ سلمان، أعود للأستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام. أستاذ مختار، إذن أمام يعني كل ما ذكر الأستاذ سلمان عسكر بأن هناك عدم توصيف وإظهار جرائم الميليشيا التي تنتهكها في اليمن، ويتم يعني ربما تسليط الضوء أكثر على التحالف العربي على الحكومة الشرعية أكثر من الإنقلابيين، كيف تعلق أنت؟ بالنسبة للأمم المتحدة، الأمم المتحدة طبعا هي تحاول أن تكون في المسار المحايد الذي لا عن ما يحدث في الأرض بشكل واقعي، وهذا طبعا كان واضحا من خلال التقارير التي ترفع سواء من قبل الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة. بالتالي نقول أن الأمم المتحدة تحاول أن تكون في الحياد وأن تكون لكي في اليمن. نعم، لكن نقول أن جرائم الميليشيات الحوثية لم تعد تخفى على أحد، الجميع يعرف الجرائم الميليشيات ابتداء من دمشق و عدن لم يعد هناك أي منطقة في اليمن إلا وهي تشكو من هذه الميليشيات الإنقلابية، من القتل، من التدمير، من تجنيد الإجباري، من تجنيد الأطفال، من تفجير المساجد ودور القرآن. بالتالي الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية لم تعد خافية على أحد، والشعب اليمني يعرف حقيقة هذه الميليشيات ومن يدعمها ومن يقف وراءها. نعم، شروعها التدميري والتخريبي على اليمن. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا من الرياض. وعودة للأستاذ سلمان عسكر. أستاذ سلمان، كما تعلم ما حدث مؤخرا من أحداث كبيرة في عدن، ربما لولا التدخل المباشر في اللحظات الأخيرة من المملكة العربية السعودية ربما كان هناك أيضا انقلاب مشابه لما حدث في صنعاء. أمام هذا التعقيد الكبير الآن، يعني ما هو حاصل في عدن من تقويض للشرعية، ما هو حاصل أيضا من تصلب الانقلابيين في صنعاء عند موقفهم ولا يبدو أي يعني حسنية للدخول في مفاوضات حقيقية من أجل الوصول إلى حل للأزمة اليمنية الآن، أمام هذا الوضع الشائك والمعقد جدا، المبعوث الجديد ما الذي يمكن أن يغيره إذا لم يكن هناك إجراءات حاسمة من التحالف العربي لي يعني الضغط أو يعني اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يحاول تقويض الشرعية سواء في المحافظات المحررة على وجه التحديد؟ يعني كما تعلم في عدن هناك أشياء فعلا مقلقة وأصبح الناس يتخوفون كثيرا من هذه الأحداث الأخيرة، ما رأيك أنت؟ عزيزي، المبعوث الجديد الكتاب واضح في اليمن وصفحاته متتالية ولا يحتاج إلى أي جهد، الأمر واضح. إذا أن المبعوث لم يرمي أحضانه، لم يرمي نفسه في أحضان الحوثيين، فالمشكلة واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى أي اجتهادات. عصابة انقلبت على السلطة تمارس انتهاكات في البلد مكروهة من المجتمع اليمني حتى في صنعاء، هاجمت المؤتمر الشعبي واغتالت قيادات فيه وسجنت عدد من الأعضاء، هاجمت الإصلاح، هاجمت الشعب اليمني بكل مكوناته، يعني لم تدع مجالا لأحد ولا تقبل بالطرف الآخر نهائيا. قبل أيام في مطلع الأسبوع الماضي كان هناك خلافات بين القيادات الحوثية في صنعاء أنفسهم، نهب الأموال، سرقة الإقرارات. هؤلاء عصابة لها هدف معين وهو جمع المال والتسلط على السلطة نفسها. المبعوث إذا كان له رؤية وكان يريد أن يعمل بحيادية، أتوقع أن الشرعية والتحالف سيتعاون معه بشكل كبير جدا، وسيفتح له مجالات ونطاق للدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها الشرعية ليشاهد الأمور هناك، ثم ليشاهد في صنعاء وفي المناطق التي يسيطر عليها الإنقلابيين. هو الآن رمانة ميزان العدالة، ينظر هنا وينظر هناك ثم يكتب تقريره بكل أمانة. ولكن إذا تدخل التقرير بعناصر من الحوثيين، والذين كما تعلم بأن أغلب المنظمات الآن في اليمن من يرأسهم حوثيين، يعني ساجد محمد سجاد وسابقة، هؤلاء يا أخي يخضعون للقيادة الحوثية ويأخذون توجيهات من الحوثيين،
فمن الطبيعي أن لا يصل أي مبعوث حتى لو غيروا 1000 مبعوث. نعم أستاذ سلمان، بغض النظر عن الانقلابيين وفصائلهم أو من متحالف معهم، سواء كان تحت تهديد السلاح أو بالضغوطات أو ما شابه ذلك، ده يعني خلنا نتحدث في جانب يعني التحالف والحكومة الشرعية. كما تعلم كان هناك اتهامات في التقرير الأخير الذي صدر عن اليمن، اتهم فيه أن طرف في التحالف العربي يعني يعمل جاهدا على تقويض الشرعية وإنشاء فصائل مسلحة خارج إطار الشرعية، وهذا يهدد الدولة اليمنية ووجودها. تعليقك أيضا على هذا الاتهام المباشر للتحالف العربي في تقويض الشرعية. هذا الكلام ورد من جهات ضد التحالف وهي معروفة وليس سرا أن ننطق اسم قطر. التحالف يا سيدي متماسك كما المعصم حول اليد، توجه مع الشرعية والشرعية مع التحالف، والهدف مشترك والعدو واحد هو الحوثي. أي منسميها نتنات أو سمى ما شئت تحصل في عدن أو في حضرموت أو في أي موقع آخر خارج الشرعية لا ينظر لها أبدا. الشرعية تواصل مع التحالف شراكتها لإعادة السلطة وانتزاعها من الانقلابيين، فلذا مثل ما حدث في عدن أو يحدث في أي موقع آخر لا ينظر له. من يحاول يا سيدي أن يشق الصف أو أن يضع إعلامه منصة للتفريق بين التحالف عصي عليه الأمر، وهو حلم يريد تحقيقه. نعم طيب، نبقى مع أستاذ سلمان. نشارك معنا في الحديث المحللة السياسية الأستاذة ميساء شجاع الدين. أستاذة ميساء مرحبا بك. أهلا فيك. أهلا بك أستاذة. أنت أيضا تعليقك ومقدار تفاؤلك بالمبعوث الجديد، هل سيحدث تغييرا ما وتقدم في حل الأزمة اليمنية؟ لا أتصور، يعني هو في الأخير المبعوث الأممي محكوم بدول ومصالح دول، فلا أتصور شيء من ناحية دولية أو الإقليمية يتغير بشأن اليمن. يعني هو ممكن خلفيته أكثر تسييس من السابقة اللي هو إسماعيل ولد الشيخ، لكن أتصور في النهاية المسألة محكومة بمصالح إقليمية ودولية وليست محكومة بشخصيته. نعم، إذن هل هو فقط يعني لن يحدث جديد يعني كأسلافه كما حصل مع ولد الشيخ وأيضا مع جمال بن عمر، لا جديد إذن من وجهة نظرك؟ ما أعتقد في جديد. احتمال يكون في، واضح من التقرير الأخير للأمم المتحدة، في تركيز أكثر على مسألة الرقابة على الموانئ وعلى الممرات المائية، الممرات المائية التي تتحكم فيها اليمن، لكن أتصور أن هذه المسائل ممكن تشغل بالهم، لكنها توقف الحرب أو تسوية شاملة ما أتصور أن هذا شيء وارد أصلا. نعم، تصريح المبعوث الجديد، تصريح الوضع على ما هو عليه. نعم، تصريح المبعوث الجديد أستاذة ميساء عندما قال بأن الملف اليمني أكثر تعقيدا من الملف السوري والعراقي، هل هذه النظرة صحيحة؟ هو بدأ كان أبسط، يعني كان في 2011 كان الملف اليمني بسيط وكان ممكن أنه معالجته بسهولة أكثر. نعم. لكن سوء إدارة الأطراف المختلفة من أحزاب، وهذا غير السلطة طبعا، يعني هي خرجت عن الحكم، فكلها سوء إدارتها أدت إلى أن الملف تعقد بشكل كبير جدا. المشكلة الملف اليمني أيضا أنه يعني ليس مثل الملف السوري، يعني في اهتمام إعلامي، في اهتمام دولي فيه، لكن الملف اليمني شبه منسي. هذا شيء ممكن يجعل الحرب يعني مستمرة فترة طويلة. نعم طيب أستاذ سلمان عسكر، إذن الأستاذة ميساء ربما غير متفائلة، وربما هو الحاصل أن الفشل المسبق للمبعوث الجديد ولن يحقق شيء. إذن ربما الآن إذا ما استمر الوضع بهذا الصورة، هل التحالف العربي الآن هناك يعني خطوات جريئة ستحدث شيئا ما على أرض الواقع، أقصد عسكريا، كتحرير الحديدة، كتقدم نحو صنعاء، أم سيظل يعني الوضع بهذه الصورة حتى وإن كان هناك تقدم لكنها بصورة متباطئة جدا؟ اسمح لي قبل أن أجيبك على هذا السؤال سيدي أن أعرج على أمر هام جدا، وهو أن سواء المبعوث
السابق أو من تلاه أو المبعوث الحالي للأمم المتحدة لو هم جزء يعني من الحل أو المشكلة. لو رفعت تقارير بالوقائع والأحداث داخل اليمن لانتهت المشكلة، ولكن للأسف كانت تصدر تحت ضغوط وتهديدات حوثية، فهذا ما زال الأمر تعقيدا. إضافة إلى أن كما تعلم ويعلم المشاهدين بأن منسق الأمم المتحدة السابق ماكو لدريك يا أخي كان يتقاسم مواد الإغاثة مع الحوثيين، يعني هل يعقل من منسق الأمم المتحدة أن يعمل مع الحوثيين في السوق السوداء؟ هذا كارثي، هذا الأمر كارثي، ولن تجد حلا ما دام هؤلاء المبعوثين والمنسقين يعملون بالتقاسم مع الحوثيين. إذن الحل عسكريا أستاذ سلمان، الحل عسكريا يجب يعني تحرك عسكري جاد هذه المرة من التحالف والشرعية بتغير الموازنة على الأرض. أيضا الآن حاليا يا سيدي قوات الشرعية تتقدم في مواقع متعددة، في نهم، في الجوف، في شبوة، في لحج، يعني بصراحة هناك تقدمات كبيرة خلال الأيام أو الأسابيع الماضية. ولكن في المقابل أنت شاهد أن محمد عبد السلام ذهب للسجود أمام السيادة في إيران لطلب النجدة، وأيضا ينسقون مع السابق من أجل وضع هدنة، هم يستغلون الهدنة من أجل المماطلة، وهذا يا أخي سيناريو متكرر من 3 سنوات. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سلمان عسكر مدير مركز المعلومات في جريدة الوطن السعودية، كنت معنا من الرياض. وعودة أخيرة للأستاذة ميساء شجاع الدين. أستاذة ميساء، سؤال أخير فقط، هل باعتقادك التحالف والحكومة الشرعية لديهم القدرة على تحقيق وقلب الموازين على أرض الميدان، لا سيما مع هذا التقدم الحاصل الآن في جميع الجبهات حتى وإن كان يعني بطيئا؟ لا أتصور، يعني لا أتوقع الإطلاق، يعني هم دائما يتكلموا على ثقب عسكري، فنهمهم لهم فترة طويلة، بنتكلم على الساحل، هي أرض منبسطة وأسهل بكثير من الأراضي الجبلية، تقدمهم فيها بطيء جدا حتى الآن، وأحيانا هذا التقدم يتعرض لانتكاسات كبيرة، فبالتالي حتى الآن لا يوجد تقدم، وأنت ما تقدر تتكلم على تقدم حقيقي داخل الساحل دون أن تأمن وضعك من الظهر المناطق الجبلية. فبالتالي أتصور أنهم صعب أنهم يتقدموا أصلاً، واضح أنه التحالف مخبط، ليس لديه حليف عسكري قوي داخل اليمن، وهم طبعاً لا يمتلكوا قوات برية أصلاً أنها تقدر على فعل هذا الشيء. فبالتالي ما أتصور أن في تقدم عسكري ممكن يكون حاسم لصالح التحالف في الفترة القادمة، لا أتوقع على الإطلاق يعني. شكرا جزيلا لك يا الكاتبة والباحثة السياسية الأستاذة ميساء شجاع الدين، شكرا جزيلا لك، وشكر أيضا للأستاذ سلمان عسكر، وكذلك لمستشار وزير الإعلام مختار الرحبي. في ختام الحلقة تقبلوا تحايا معدات الحلقة الزميلة شروق القاسمي، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.